أهلا بكم من جديد. تبدأ مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورلد عملياتها في محطة حاويات بلوان الجديدة في إندونيسيا بعد إبرام اتفاقية مع الحكومة الإندونيسية. ستتمكن المجموعة بموجبها من إدارة المحطة والبدء في إجراء توسعات فيها. ستساعد هذه الشراكة في إنشاء أهم رابط مباشر لإندونيسيا مع مضيق مالاقا، وهو أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم. وعلى المدى الطويل تهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرة محطة حاويات بلوان الجديدة من 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما في الوقت الحالي إلى 1.4 مليون حاوية.